السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، معكم الفقيه من مدينة بوريزان، فقيه راقي شرعي معالج للسحر والجن والتوكال والأفات. هذا الفيديو هذا موجه للنساء خاصة. نعم أختي، عندك صداع، نساء المتزوجات أولا عندك صداع بينك وبين راجلك، تصيب الباب ديالك مرشوش، عكسة هاد بناتك للزواج، الأبناء ديالك للعمل، الحياة ديالك ترجع للور، تابعة في الفلوس، يعني لا 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 حتى حاجة ما عاجباك. كاين الدواء وكاين الشفاء وكاين العلاج. هناك أنواع ديال التبخير، هناك أنواع ديال التبطيلات، هناك أنواع ديال التفوسخات. كاين التفوسخة اللي أنك عمرك في حياتك ما تبخرتي فيها. خلينا من الكذب والبهتان ديال بعض القنوات وديال ديال العطارة أصحاب العشوائيين. هاد الشيء أختي شادين، وحنا على يد الفقهاء من الزوايا وحكام وخدامين به، والناس كاع الناس اللي جاو لعندنا والناس اللي تعاملوا معنا والناس اللي استعملوا هذا الشيء يفتح الله عليهم. لان كما تنقولوا التباخيره والتفاصيخه نصف العلاج، لان التباخيره تتفك جميع الابواب، يكون السحر مدفون في روضه، يكون الباب مرشوش بعمل، يكون تقاف عند راجل على المراه ديالو، يكون تقاف العمل، تقاف الزواج، دريه وصلت 40 سنه، رسه 40 سنه، 30 سنه متزوج، دريه قاريه ما تخدمش، كاين افات روحيه وروحانيه تساهم فيها البشر. اي حاجه عند العلاج ديالها، اي حاجه عند القواعد ديالها، وحاجة عند التباخيره ديالها والتفاصيخه ديالها، مالك الا اتصلي ولا مالك الا تجي، ومرحبا بك ان شاء الله، وربي غادي يفتح لكم في العينه. السلام عليكم، ونتمنى البارطاج والاشتراك.